بعد كده بيتكلم على الايتمز دي برضو لسه مازال، بس بيقول لك برضو كاتيجورايزد يعني بتتقسم او بتحصل لها فئات بيزد اون دايناميك كلاسيفيكيشن هيراركي. يعني في حاجه اسمها دايناميك كلاسيفيكيشن هيراركي هم بيعملوها وموضحها. فور اكزامبل لو انا عندي ببيع مودم، ببيع مودمز مي بي كلاسيفايد از، ممكن الاقي اي تحت المنيو اسمها كمبيوتر يطلع منها هاردوير الاقي مودم مثلا، بس كده او حاجه زودتها اهي. اند مي بي كلاسيفايد، وممكن برضو يبقى من الكمبيوترز مودمز على طول في نفس الوقت ان ذا سيم تايم. يعني اقدر اشتغل بالشكل ده واقدر اشتغل بالشكل التاني. ازاي بقى اوصل للكلاسيفيكيشن ده؟ يا اما كمبيوتر هاردوير مودمز يا اما كمبيوتر مودمز على حسب ما انا اخد. ماشي. وبيقول لي وي ستور، احنا بنخزن كلاسيفيكيشن نيم، اسم الكلاسيفيكيشن اند اتس بيرنت كلاسيفيكيشن اف اكزيستس. يعني بخزن اسم كلاسيفيكيشن مثلا مودم والبيرنت منها كمبيوتر، يبقى خلاص يعني نحط المودم تحت الكمبيوتر. تمام. طيب ممكن اقول مودم ومحط تحت مين؟ تحت الهاردوير. يبقى المودم يتحط تحت الهاردوير وتحت المودم وتحت الكمبيوتر يبقى تظهر في الناحيتين. هي دي القضيه. يبقى هو بالنسبه لي الحته دي حلوه جدا. احنا طبعا فوتنا الامبورتر، هيبقى نرجع اللي هو المستورد، هيبقى نرجع ان شاء الله. لكن خلينا هنا الاول، وفي حته انا زودتها هرجع اظبطها برده معانا مش مشكله. الحته دي الاول هنعملها ازاي؟ قول والله تخيل معايا كده الجدول البسيط ده. لو قلت مثلا هنا ايه الكلاسيفيكيشن، كلاسيفيكيشن نيم والبيرنت كلاسيفيكيشن، ماشي. وتجي قال ايه؟ وتجي قال مثلا كمبيوتر. انا بس احاول اقرر لك الفكره، بس ببقى الكمبيوتر البيرنت مفيش بيرنت. طيب تحتيها مثلا هاردوير، البيرنت الكمبيوتر مثلا سوفت وير، طلعت ايه؟ قلت له تحت كمبيوتر برضه. ممكن اقوم جاي لي مثلا المودم. ممكن بقى عندي لو جت تحت كمبيوتر كده خلاص من كمبيوتر اقدر اخش على المودم. ممكن اقوم عامل كده مودم ومربطه بمين؟ هاردوير. لو عملت كده بقى المودم يظهر معايا تحت من تحت كمبيوتر ومن تحت هاردوير، مش مشكله. يبقى دخلنا في اكتر من تصنيف. دي فكره التصنيف اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا دي الكمبيوتر بيجي هنا وبيجي هنا، بيجي مره كلاس وبيجي مره بيرنت، فهو في الاساس حاجه واحده. يعني عايزين نقول دي ريكيرجن. خلاص الايتم الديناميك كلاسيفيكيشن دي، يبقى انا هقول له كلاسيفيكيشن رجع من الايتم. ماشي. تحط تحت الايتم تحط تحت الايه؟ تحت تصنيف اللي هو على مزاج الايه اليوزر يعني. طبعا بنهتم بالحته دي قوي. ليه؟ لان يعني في الاول وفي الاخر بصراحه اليوزر انا ممكن اكون داخل بدور في السايت فمتخيل المودمز تحت الكمبيوتر وخلاص. اخش في بتاع الكمبيوتر مش هلاقيه، هدور عليه مش هلاقيه وخلاص. وممكن داخل بدور جوه المودمز بدور جوه الهاردوير، فافتح بقى المود كمبيوتر واخش على الهاردوير واقعد ادور بقى على المودم مش لاقي المودمز. هي موجودة بس بسبب ان انت تبنيت تصنيف على مزاجك الشخصي سواء كان صح او غلط، فوارد ان يكون الكلاينت بتاعك مش متبني نفس الايه؟ نفس التفكير بالظبط. نعمل دي ازاي؟ هيبقى في عندي كلاسيفيكيشن ايتم كلاسيفيكيشن
ادي كلاس نيم، وده هيبقى مثلا بار كاركتر 30، وادي الايه البيرنت. البيرنت هو كلاس نيم، يعني انت بتجيبها ايه كلاس نيم، وده لازم يكون نفس النوع بتاع الايه الكلاس نيم ذات نفسه. يبقى دي ريكيرشن بار كاركتر على 30، يعني دي ريكيرسيف ريليشن شيب. نقدر نقول طبعا الكلاس بتاعت هو البيرنت، الكلاس ممكن يكون لأكتر من بيرنت طبيعي. طب والبيرنت، البيرنت زي الكمبيوتر اهي، ده تاعي ما مشيتش. البيرنت هنا ادي موديل، موديل اتكررت، وهنا كمبيوتر، كمبيوتر اتكررت. ميني ميني تتكرر هنا وتتكرر ميني ميني. يبقى انا عايز اعمل هنا اللي هي السيلف او الريكيرجن، بس ميني ايه، ميني ميني. وادي الايه الاسم اللي انا عايزه، سميه لو الديناميك كلاسيفاير اللي احنا اتكلمنا عليه، لانه نفسه كده ميني ميني بيبقى ممكن تتكرر، بحيث ان انا اقدر ابني منه فيما بعد المنيو، ابني منه المنيو بتاعتي كويب ابلكيشن يعني بنتكلم عليها. دي الحته ديت محتاج بس اعدل حاجه كنت زودتها كده في الحته بتاعت الايتم لوكال والامبورتد، وقلنا ان ليه لاين نمبر، وقلنا البرودكت لاين بقى ايدنتيفايد باي يونيك برودكت لاين ونيم وادرس. يعني هنا عايز اسجل كمان بيانات مين؟ البرودكت لاين ذات نفسه. يعني كده البرودكت لاين ذات نفسه طالما بدات توصف يبقى بقى انتيتي، يبقى في علاقه ما بين البرودكت لاين وما بين الايه الايتم ذات نفسه. طبعا اللي عايزين نقوله ان البرودكت لاين ده هو مرتبط بس باللوكال ايتمز، يعني المصنع محلي. فقلت له اه في الحاله دي يبقى انا دلوقتي عايز اعمل برودكت لاين، والبرودكت لاين دي احط لها برودكت لاين اي دي ونيم وادرس. اي نو باي نيم، اسم الفرع او اسم قطع التاج، و ادرس عنوان، واي بلد تاني موجود عندك. ده البرودكت لاين لازم يوصل بالمانيفاكتشر بسبب العلاقه دي. طبعا البرودكت لاين بيطلع مجموعه من مانيفاكتشر ايتمز، والمانيفاكتشر ايتم ممكن يطلع من مجموعه برودكتس لاين، من اكتر من برودكت لاين، الا هو ايه اللي حاجه غير كده. انا مش فاكر هو كان ايه دي حاجه ولا لا. او البرودكت لاين مي جروب اني نمبر اوف ايتمز بات ماست جروب ات ليست وان ايتم، بس each item must belong to exactly one product line. هو خلاص كده حدد، قال لك المنتج لازم يكون محدد. دي طبعا في برودكت لاين يبقى لازم يكون برودكت لاين واحده. طب ماشي، طب واحده يبقى one to many، ده يبقى ليه واحد. فهقول له انت معاك، واجيب one to many غلطه كنترول زد، لما ادوس طبعا في حته فيش فيلدز يبقى كده المانيفاكتشرد لي. اسف لما انا بالعكس، مانيفاكتشرد لي برودكت لاين واحد، وبرودكت لاين تحتيه مجموعه من الايه من الايتمز دي، زودتها بس عشان كنا تخطيناها ولسه برضه متخطين. لا مش متخطين حاجه، الامبورتر هظبطه يبقى هنا، بحيث يبقى احنا كده ماشيين بالظبط. ماشي، يبقى احنا واقفين لغاية
هنا فاضل لي بقى الامبورتر والباير ومشكلتين وسطين تخص الباير.